بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة، فنتذاكر إن شاء الله حول مطلع سورة القمر، مقتصرين على فوائد من آيات ربنا هنالك. قال الله جل الله، وأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الفائدة الأولى، وهي مذاكرة أيها الإخوة ليست وقفة تفسيرية، الفائدة الأولى: الله جل شأنه أخبر عن انشقاق القمر، بالنسبة إلينا هو خبر، لكنه بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمشركين زمنه في هذه الواقعة كانت عيانا، رأوا القمر منشقا، شقه الله آية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت بأحاديث متواترة عن تلك الواقعة، ثابتة في الصحاح بأحاديث متواترة. انشقاق القمر أمر مقطوع به ثابت، والأحاديث فيه بلغت مبلغ التواتر، وهذه آية عظيمة. والآية الأولى قبلها قال الله جل شأنه: اقتربت الساعة، يعني ما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا الساعة، ليس بعده نبي، لكن لحكمة من الله أخفى الله أجلها ومتى تكون وتحديد وقوعها حتى يتعظ الناس ويستفيدوا ولا يسوفوا، لأنهم إذا ماتوا قامت قيامتهم حقيقة، يختم العمل بموت الإنسان، لكنها موعظة من الله للناس. ولا يستفاد أيها الإخوة من هذا أن يقال إن الساعة يمكن أن تحسب ولو بالتقدير، أبدا، فالله جل شأنه أخفى علمها حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سأله جبريل في الحديث الطويل متى الساعة، وقد نزل جبريل في صورة رجل منهم لا يعرفونه، من سؤالاته قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وإياك في الجهل بها سواء. وكثيرا ما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة متى فلا يجيب ولا يتكلف جوابا، بل ولا يقرب، وإنما يعظ، وجاءت مواعظه بحسب ما ينفع السائل، ماذا أعددت لها، ويذكر علامات تعظ الناس من فقدان الأمانة والكذب ونحو ذلك وما يأتي في آخر الزمان. أما إذا وقعت العلامات الكبرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فتتسلسل بعد ذلك سراعا العلامات الكبرى، ولم يقع منها شيء إلى الآن، العلامات الكبرى، وإنما ظهرت العلامات التي دون الكبرى. وأخطأ بعض الفضلاء حينما حاول أن يقرب زمن قيام الساعة، فاستدل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما
الذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه، والحديث له قصة له مشهد، قال عليه الصلاة والسلام: إنما آجالكم إلى آجال من قبلكم من الأمم كآخر النهار، وكان بعد العصر، يعني ما بقي من النهار، ما بقي من هذا النهار وما بقي من بعد العصر إلى غروب الشمس أقل مما مضى بكثير. جاءت جملة بعدها، هذه الجملة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها اليهود والنصارى، وإنما قال: إنما آجالكم إلى آجال من قبلكم، في بعض الروايات من الأمم، ثم الجملة بعدها مباشرة قال عليه الصلاة والسلام: ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجرا، ليبين الأجر، مضاعفة أجر هذه الأمة. إذن الجملة الأولى لا علاقة لها بخصوص، ليس لها خصوص في اليهود والنصارى، وإنما عامة في جميع الأمم. فأخطأ بعض الفضلاء فأخذ يقيس، التبس عليه الأمر الجملة الأولى وذكر اليهود والنصارى بعدها، فأخذ يقيس، قال: ما دام أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام أجلها عمرها بالنسبة إلى اليهود عمر نبوة ورسالة موسى وقوم موسى وأمة موسى عليه السلام وعيسى، إذا نسب هذا إلى هذا وجد أن أمة محمد يجب أن تكون أقل بكثير إلى الربع أو قدرها من مجموع عمر أمة موسى عليه السلام وأمة عيسى عليه السلام، فاستنتج من هذا تقديرا قارب به وقوع الساعة، وهذا لبس وهم. فإن الجملة الأولى: إنما آجالكم إلى آجال الأمم قبلكم كما بقي من النهار، للأمم عامة، ومن يستطيع أن يحصي الأمم كلها منذ أن تكونت الأمم بعد أبينا آدم عليه السلام إلى مبعث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد يستطيع إحصاء هذا الزمن على وجه، ولو على وجه المقاربة، ولو فرض فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدل على مثل هذا ولم يأمر به، وكان يسأل ولا يقارب ولا يجتهد، وإنما ينسب علمها إلى الله، والله جل شأنه قال في الكتاب العزيز: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وهي قريب بخبر الله باعتبار الأمم، وباعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء والرسل، ما بعده إلا الساعة، يعني ما بعد أمته نهاية دعوته نهاية رسالته في أمته إلا الساعة. إذن نستفيد من هذا أيها الإخوة أننا لا نخمن ولا نقارب في مسألة الساعة، فإن الله جل شأنه أخفى علمها وجعلها موعظة: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فإذا نستفيدها أيها الإخوة أن المخذول مهما رأى من آيات فإنه لن يستفيد والعياذ بالله، لا يستفيد إلا من عظم هذه الآيات وعظم الله وأراد الحق وفتح قلبه للحق ولو كان كافرا، فإن الله يهدي. لكن هؤلاء زمن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم آية القرآن، ومع ذلك ما اعتبروا بها، مع أنهم تأثروا بلفظ القرآن وإعجازه، لكنهم حجبوا قلوبهم بشهوات كانت عندهم وعصبية وكبر، ورأوا هذه الآية العظيمة من انشقاق القمر فلم يهتدوا. ما سبب عدم اهتدائهم مع أنها آية عظيمة؟ ما السبب؟ قال الله جل شأنه: وكذبوا واتبعوا أهواءهم. واتبعوا أهواءهم، إذن أولا كذبوا، فالتكذيب إذا كان مبنيا على علم فصاحبه معذور، بل هو الواجب أن لا يكذب إلا بعلم، علم وبرهان، وهؤلاء لا علم عندهم ولا برهان فكذبوا، فإذا تكذيبهم هو القسم الثاني.
تكذيب بالباطل والعياذ بالله. إذن أي أخبرنا الله جل شأنه قال وكذبوا واتبعوا أهواءهم، فاتباع الأهواء اتباع الشهوات سبب مرضي وحاجب كثيف يحجب الإنسان عن الحق وعن الهداية، فأضلهم الله جل شأنه وتوعدهم بعذاب أليم يوم القيامة. أما عذاب الدنيا فقد ناله بعضهم لحكمة الله جل شأنه، وأما العذاب الأكبر فهو يوم القيامة. عافانا الله وإياكم من ذلك، جعلنا الله من المهتدين بكتابه ومن المتعظين بآياته. اللهم اهدنا واهد بنا وثبتنا على الحق. اللهم صل على محمد، والحمد لله رب العالمين.